ميرفت انت نعسانة ولا لا؟ يعني مش عارفة اقولك ايه يا حبيبتي، بس انا يعني 3 ساعات طيران وساعتين في المطار واديهم في السكة، يبقى ايه؟ معناها صحيانة. لكن الليلة رح نرجم ولا لا؟ ما شاء الله، ايه الذكاء اللي انت فيه ده؟ ما انت نجمة وزي الفل اهو، عايزة اكتر من كده ايه؟ لا هي بتعرف انها نجمة، بس هي قصدي امتى بدي اخلص من التعتير وارجع لحياة الشهرة والنجومية؟ ايه تماما. بصي حبيبتي، I don't know exactly برهاب سياسي برهاب سينو، انا ما بحبش الكذب خالص، اصل الكذب خيبه بيقولوا عندنا كده. بس انا اول ما شفتك قلت ان في جواك ارتباط بينك وبين النجوم، ودي حاجه ما تستخباش، اصل انت نجمه بس يا عيني محتاجه مين يطلعك للنور ويلمعك. وللامانه كوكب ميركوري عامل اللي عليه وزياده، يعني قاعد يظبط لك الشغل بتاعك ويدير لك الدنيا بتاعتك وكل حاجه محتاجاها، بس في حاجه بتسرق منك الشهره والنجوميه بتاعتك. طيبة قلبة ما هيك؟ لا توثق بالناس بسرعه. هلا انا بوثق بالناس؟ انا امي ما بوثق فيها برضو. لا عصبيتها بتسرعه. هلا انا عصبيه؟ ها شفتي كيف عصبتي؟ لا دي ولا دي ولا دي. امال ايه؟ نريمان بين قوسين كده نانا. نانا؟ نانا برج كده مش راكب على البرج بتاعها، في اللحظة اللي الشمس بتفكر تخش على البرج بتاعك بتروح عاملة ايه؟ سرقها منك. في اللحظة دي بتسرق الشمس بتاعك يا عيني. والله لا افرمك فرم يا نانا، انت والبرج بتاعك. طولي بالك ميديا، بجوز ميرفت مخربطة. تأكدي منيح، تأكدي. انا ما غلطش خالص، واكبر دليل ان هي بتصحى قبلك، صح؟ ايه مظبوط، انا دائما بشوفها فايقة قبلي. وانت طبعا فاكراها من طيبة قلبك ان هي بتصحى قبلك عشان هي نشيطة وعندها حاجات ومحتاجات وعايزة تعملها، صح؟ هي بقى بتصحى قبلك عشان تسبقك على ميركوري. طيب ماشي انا برجع. ايوه كده وريها سمسمة. انت رايحة؟ لا ميديا. تعالي يا حبيبتي قربي. انت مش عايزة تعرفي بختك انت كمان؟ ايه قوليلي، الواد اللي اسمه سائر عامل ايه؟ انت شو عرفك انه اسمه سائر؟ سموحة فيني اسعير هاي من عندك؟ فداك الغزاني كلها. ميرسي ليليا. شو بك ليش هيك مسطلة؟ ما حدا؟ انا بلشت خاف منها لهالبنت. من مين؟ من ليام؟ ميرفت. ليه شو عملت لك؟ ما بعرف، بس هي قطعة عم تقرا المستقبل صح. فسرينا أنا فسري. قالت لي قومي ردي على تليفونك. اي عادي بتكون سمعت رنات الموبايل، ما بدها ذكاء يعني. لك مش هون القصة، القصة انه تليفوني اساسا ما كان معي، والاهم من هيك قالت لي قومي ردي على تليفونك لانه جاييكي شغلي جامد فيه. ورديتي؟ رديت. واجاكي شغل جامد؟ قالوا لي انه قصتي ترشحت بين 5 قصص واحتمال كتير كبير انه هي تاخذ الجائزه. الف مبروك. الله يبارك فيك نانا. ويت، انت امتى فقت اليوم؟ ما نمت اساسا من الساعه.